اليوم كنا في المدية فنسيس، تعتبر من الآثار القديمة البيزنطية. أولا لا حبس، هذاك خبيب، خبيب الله يبارك الله يسترنا، راهو يروج للسياحة في الجزائر أكثر من وزارة السياحة. هذا الجامع قالوا إنه هو أول جامع تبنى مور الاستقلال في الجزائر، جاي في لافيل تاع المدية. المهم يدي تندهون تندهون تبتاه تتساتلتو تاهو تاهون تيهو تاهون يهو تاهون. المغامرة تاع اليوم بدت منا، نوضنا قبل بكري، استقاوينا بزوج حصاير معارك بالشيكولا ودي مارينا. ايه ويا الكلب. واليوم كالعادة ما رحناش في الموطوتشينية، رحنا في ترانسبور. غير وصلنا لاجونس تاع بليدة شاف مرهض عمومي، تقول هذوك تاع جاك المرسول اللي ضربوا 13 سنة ما يتلاقاوش بعضهم. يا خوتي دخل ما زادش خرج، وقيل غرق ساعة غير باونا نستنى فيه، لو كان زاد شوية نعيط لي بومبي. خلى عندي ساكودو رحت نسيه نرفدو، ظهري قريب انقسم، في واحد 44 كيلو، قلت نشوف واش داير فيه قبل ما يجي. غير فتحتو الحجر الأولى اللي قابلتني حديد، هذا الأهلو. وحبيب باصينا شالي موتع فورنو في كرطابو، هذا سلاح ترونسبار ومشي أبيض، هذا بعيد الشر لو كان حكمونا به في كتونة ليبيا. مايكل سكولفي تاع بريزون بريك ما يفرياش. الله يسترنا يا رب. بلاطي تاع بارابول في كرطابو لهلو، باش تعرفوا باللي ماشي نورمال. مورسو فايونس في كرطابو قرامة، معليش نجوزو هالو. باف مسكوتشي عبالكم مش راني حاس روحي، راني حاس روحي هذيك في العرس كي كنت صغير كنت نشوفها في الليل كي خلاص العرس قاعد تبدا توري لهم في الحفايس اللي جابوهم. هذا قفطان تاع سميرة هذا. نكملوا فقرتنا خوتي، دواء تاع غريلو عقارب كلاب دونتيس اونوار، هذا الريحه كي سقسيتو لا جابها قال لي سرقتها العجوز. يا اخي عبدو عيط لها زعما العجوز، فيها رائحه زهره الدوفيلينيوم. مفتاح قد الارض. هذا حبيب باصي انا ما بيه والو، رحنا باش نزيدو نركبو ترونسبور للمديه. عبدو قال لي كان طياره القصر البخاري ديريكت، قريب بدا يحلف. شرينا زوج تيكيات للمديه ودي مارينا. يا خوتي لي ترونسبور نورمالمون يكتبوهم لنا عند طبيب 8 خطرات في النهار، شوفوا غير هبطنا من ترونسبور زدنا ركبنا ترونسبور واحد اخر نورمالمون يكتبوا لنا روت سوفر على اسمنا. ورياي وصلنا للمديه، مع الدخلة لقينا هذي. عبدو قال لي لك الزيتون تاع المدية الله يبارك منه، السيد اللي يبيع قال لنا هذا الدلاع يخدموا به المعجون. عبدو بدا يغالب فيه في سلحته، قال له اول لا هذا الزيتون تخليه يكبر في الشجرة. وش لقيت؟ ماغنم تاع لاحق، قال لي هذه شحيحة تجي في 14000 برك وهذه 30000. هيو حبسوا هنا، هذو لي باسكت حنديروا فيهم فقرة. والباسكت هذي راه قاعد دوك شوي يجوز عليك، هذي زعما يشروها باش يديروا بها سبور، تشريها بثلاثة صباح باثنين حشية تتقطع. هذه تاع هذيك اللي كانت تقرا معك في السيام تحبك قاع السيام على بالو غير التلالة. هذا الصباط يلبس واحد الصحفي ثقيل على البيبيوتيك، يظل في البلاطو جامي صحف اعلامي جامي علم. يظل يقطع في لي زاكتريس ويهضر على لي زابوني. شو هذا الجيلي كيما قال لي عبدو لازم تبرد ديكولتي، هذا الشي ميزي يلبس هذاك اللي مالو يسقسوه برا في لي ميكرو. كاين اللي عبدو عفسه كيحلو كتاب ويقراو كيما حنا نقولو حنا الوالي. زدنا لقينا طبيب تاع خلا، شوفوا القادر البيض حب يسيي يرشدو، جا ليه السيد قريب تيرها عليه. قال له فقصت. المهم هنا كي كملنا كان معنا واحد اسمه عبدو من المدية، هو جا لينا ورينا الطريق. ما حبش يبان. المهم طابلة تاع معشوقة عمال الإدارات في الجزائر اللي يلبس شيميزي الزرقاء واسمه أمين، عنده بوكلة فرطاس يخدم في البوسطة، تقول له يعمر لك شاك قلبك يعمره لك وشاك ما يعمروش. اللي يلبس شيميزي الكحلة واسمه فاتح يخدم في صومال الغاز تخل معرفة، دائما كي تخلصوا في تريسيتي تبقى 500 يديها يقول لك ما عندناش صرف، وكي تخص أكثر 40 دورو يقول لك لا غالب تاع الدولة ماشي تاعي. شيميزي الكورونا واسمه سعيد يخدم في البلدية، يقاليزي الورق تروح تخرج عنده بطاقة إقامة يقول لك شهادة ولا بطاقة. يا أخي راني نقول لك بطاقة، دايما يقول لك واش راح تدير بها حندق بها. واحد لقينا هذا الكنابي قال لي عبدو خصني كنابي بصان لازم نسييه قبل، قلت له عبدو تسييه في وسط المارشي. يا اخي ما تمسخرش بينا وتزيد تسييه كنابي. يا خوتي رقد لي في وسط المارشي والله ما يسمح في حقه، الحشمه قطعوها له كي كان صغير مع القلاجم. يا شوفوا شكون لقيناهم يبيعوا في المارشي، كارولين وريبيكا وهذيك بريطانيا، لقيناهم يبيعوا في تريكو تاع محرز. هذا خمول البوف تاع ماشي تاع قطر تاع خوتي المجيرية طاحت من عيني، انا عم بالي في هذيك الدوائره من فوق برك، شوفوا كيف جايه من تحت راحت لها كاع الهيبه. شوفوا اللي تعمر بريكية شكون يشفى لها، بكري كنا نشرو بريكي وحده ونعمروها كانت تشدنا اكثر من كويزينير. شو حاب يدير؟ قال لي بالك تشارجي لي التليفون، بدات تلحق لحداش كنا نمشو شمينا ريحه الخفاف. خوتي شوفوا الغاشي عنده الله يبارك، اللي جا زادو قالوا لنا بلي هذا معروف هنا في المارشي تاع المديه وكاع كانوا ياكلوا عنده. المهم شرينا شويه خفاف شويه
ثلاثه وجينا رايحين نشاف فيه زوج مترات تسيق الدار بالعرض. هذون عرفتوش من الفصيله، فصيله الزواوش. كمل سفر وطلعنا باش نشوفوا بلاصه باش ناكلو. قال لنا بلي كاين بلاصه هنايا وسمع لها كاصبه هنايا في المديه. معليش ركزوا معانا هنايا شويه بزاف، ريحنا باش ناكلو. وكاس تاع لاتاي اللي شريناه شوفوه او في لاغوش تاعو هاوليك، والكاس اللي في الوسط قلت له خبي الكاس اللي راه قدامك باش نبينو في الفيديو بلي عندنا كاس واحد ونشربو منه بين زوج. الكاس اللي في الوسط تاع لاتاي فرغتو امرتو بالما تعشتا ما يبانش كاع، يبان صح لاتاي. مهم خليته يشرب منه باش نشوفو اش يدير، وانا على بالي بلي عبدو يدير سكاره يشربو على نفس. شحال ساهل. انا ما فهمت شوفه ويكمل يمضغ نورمال، واقيلا عجبو الكوت عشتها. المهم ما كملناش كلينا وهبطنا. كان سبقني شويه شوفوا غير الحكت. حي خوتي والله ما عرفت واش ندير مع الوجه هذا، تمونطا معاهم في المارشي. قال لي اقرب الريفيو واقيلا نخدم عبدو نوال. يا ودي لو كان حبس في البس معليش بدا يبرح. عبدو نوال 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 دير نوال دير نوال. لقينا الجيلي تاع بالتيندل يشد لي باركينغ تاع الحبوسات. يا اتصالات الجزائر. المهم هبطنا نمشو. السبتة تاع اندرتيكر اول انتي شوك في العالم، زعما دايرينها للتيليكوموند باش ما تتكسرش. اللي تزوجوا في ليزاني 2009 كان عندهم تلفزيون بوراس كري، كانوا غير ما خرجوا وكان عندهم تيليكوموند في هذه الانتي شوك، كانوا يبانوا من الطبقه البرجوازيه. ايجاس 4 ملايين تريكو داير قلبه شوفوا حيتقيا. المهم جينا مولين لقينا هذا الطاكسي عبدو نيقوصا معاه، قلنا نديكم 15000 طعنا له 13000. شو الوجه هذا شو لقى منفذ نجده بدي. قال لي عم بالكش ما حيطرطق. المهم زدنا ركبنا كار عاودنا ولينا لاجونس تاع بليده. ليكيب ما تجيبوش سبه مكشو تصلي والقبله ما نعرفهاش، كاين ابليكاسيون تاع القبله في كل بلاصه حتلقى زربيه وين تصلي زعما غير ما كله. شو شكون غير كملنا انا طلعت في ترونسبور عبدو راح يشرينا فطور غير جا. قال لي راحت الرجلين تو شاك حابك راكب في ترونسبور تحب الشباح ركب كلونديستا. جبد رشه شويه من الريحه اللي سرقها لي يماه، هو هذا كاع باش يبين لنا بلي عندي ريحه. المهم قلت له جبد تشوش جبت لنا فطور خوتي ننصرع. جاب لنا 4 كوفر معليش نجوزوها له بالباتي خوتي. واش دخل الكوفر في الباتي؟ قال لي حسيتها شويه فارغه لداخل، لو كان يشوفوا الشركه تاع الباتي هذا الفيديو ما يزيدوش يخدموه. مول الكوفر انا قالوا لي غلق الحانوت، زاد اشرب معاهم الماء. قلبي دورهولي ما فطرتش. قال هذا روحوا عندنا ل انستغرام صهيب بوان عبدو 09 وتلقاوه في برومي كومونتير. ايام